تتواصل لقاءاتنا على سفينة التانيث. معنا الآن سي عمر المسعودي، هو مدير مركزي لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة. مرحبا بك سي عمر. معظم التعليقات كانت حول التسعيرة، حول الأسعار، كانوا يقولوا اللي مشطة ومرتفعة. شنو نجمو نجاوبوهم؟ شنو أسباب ارتفاع الأسعار؟ نشكركم ونشكر جميع المسافرين على متن الباخرة التانيث في رحلتها مرسيليا تونس. نرحبوا بضيوفنا الكرام. بالنسبة للتسعيرة حافظنا عليها تولي مدة 3 سنين متتالية، رغم الارتفاع في أسعار المحروقات والتكاليف لصيانة السفينة اللي ولات بالنسبة لي نحن التكلفة كبيرة برشا، ورغم ذلك نحن ما زدناش حتى حاجة في التعريفة. والتعريفة تو المتداولة واللي ماذا بينا نحثوا فيها على المسافرين كونهم يشريوا الحجز المبكر، بما أنهم ينجموا يتمتعوا بتخفيض حتى ل 52%، ونحن نحثوهم باش يتفاداوا في الأخر الأسعار الغالية متاع التذكرة. قديش من مسافر في الرحلة هذه متاع العودة وقديش من سيارة؟ في رحلتنا العودة هذه ما يقارب على 1208 مسافر و555 سيارة. وإن شاء الله الوصول متاعنا للمياه حلق الوادي إن شاء الله يكون على الساعة 10 صباحا بتوقيت تونس، بما أنه ما يقارب على 22 ساعة مدة الرحلة. سامر، إضافة إلى بالطبيعة الأجواء داخل السفينة من أكلة تونسية، من أنغام تونسية، من أماكن ترفيهية، ثم خدمات أخرى تقدم، ثم سعرات مبرمجة للتونسيين العائلين، ثم أنشطة للأطفال. ثم عبرنا الفرح متاعنا بالجالية التونسية، حضرنا لهم فنانين، حضرنا لهم دور ألعاب للوليدات الصغار، بخلاف الانترنت اللي متواجدة واللي قاعدين التدفق متاعها، زدنا في التدفق متاعها للاستعمال للمواطنين بالخارج بويسك والفو بالانترنت. آخر سؤال، شو توصيهم المسافرين على متن سفن؟ فوالا، أنا من هالمنبر هذايا دعوتي للمسافرين كونهم يعاونونا في المساهمة في المحافظة على المرفق العمومي باعتبار دوري في الحفاظ على المناخ التنافسي.